اكتشفوا وراءك لوحة لمدينة المدن الإيطالية قال خاطر النشأة ديالها بالعصر النهضة الأوروبية، وكذلك ارتبط بظهور مثلنا الفن أوروبا بشكل عام. شنو ممكن تقول لنا على هذا النوع الشكل من أشكال الفن اللي هي الكولاج؟ السلام عليكم، كنشكر جريدة الفجر على هذه الالتفاتة وعلى الحضور لهذا المعرض الكولاج اللي هو نقدر نقول لك معرض استثنائي، لأن الفن ديال الكولاج هو فن قائم بذاته ولكن الممارسين ديالو فئة قليلة، خصوصا في المغرب فئة قليلة. كاين بالنسبة لهذا النوع ديال الكولاج، هو الكولاج هو في أنواع، يعني الكولاج هو أنك تقولي واحد لا ماتيار وكدير منها واحد أن أوبجي دار واحد شكل فني. انا شديت الاوراق وحاولت ان الاوراق ندير الخدمه اللي تخدم بالصباغه، حاولت رديتها نخدمها بالاوراق، يعني استغنيت على الصباغه وخدمت بالاوراق باش ندير الاوراق. كانوا يمشيو لسله مهملات، شديتهم انا وجمعتهم ورديتهم واحد ان لوحه فنيه اوبجي دار، سواء لوحه فنيه اللي طبيعه صامته او لا لشكل من الاشكال او لوحه تعبيريه او لا لي بورتري ولا بورتري ديال شخصيات اللي معروفين الكولاج. يعني هذا الكولاج هذا يعني هادو مثلا، هذا مثلا لوحه كولاج بورتري كولاج لوحه السيده، هذا بورتري كولاج للملك ديال السعوديه، هذا مثلا باغ اكزومبل هذا هذه دار كاينه في مدينه قنيطره من المدن القديمه. أوراق فقط، اوراق المجلات هم اللي كيستعملوا هنا، ما كاين لا صباغه لا والو، فقط اوراق. يعني منظر كتكون انت منظر طبيعي، واليوم باش ديرو بالصباغه كتحاول ترانسفيرني كديرو بالكولاج، يعني عن طريق الاوراق. هو التقنيه هذه كتطلب الوقت، كتطلب تركيز، كتطلب واحد يعني كتكون تطلب واحد المهنيه، كتكون ديجا تكون عندك واحد المهنيه في الفن، وكتكون جميع الاساليب ديال الفن عاد ممكن تنطلق للكولاج، لان الكولاج يعني شويه كيبغي شويه التركيز وكيبغي التجربه. كتكون هذه الصورة؟ نعم، هذه كاينة دار في الأطلس، هذه الدار هذه الأطلس دار كاينة دار موجودة، وحاول داك الناس انسبيريتي ودرت هذه اللوحة هذه. كاين شي صورة ديال الموناليزا كولاج؟ لا الموناليزا مازال درتهاش، درنا بزاف الأنواع. مثلا هذا المرحوم اليوسفي، مناضل معروف من المناضل معروف، المهم مغربي كما تقول بالرايه المغربيه، مغربي معروف، انسان اللي واحد الوجه اللي هو عز على كاع المغاربه. حاولت اني انا نكرمو بطريقتي ونكرمو بهذا الكولاج. هو يعني هذه اللوحه هذه كطلب منك واحد شهر ديال الخدمه اللي دي كونسونتراسيون. شنو المواد اللي كتستعمل؟ مواد فقط لاكول الصباغه، فقط لاكول والاوراق، ما كاين لا صباغه لا والو، جوج المواد اللي كيستعملوا هنا. اوراق والكره. هذا شكل عادي من المرسى، هذا من المرسى ديال مدينه القنيطره، مرسى شكل عادي ديال البوطه وهذا شكل عادي، يعني المرسى المكان اللي جميع القنيطريين كيمشيو ليه وكيرتاحوا فيه وكي هادو اوجه مثلا. يعني هادو التقنيه، هذه تقنيه كولاج مثلا، هذه تقنيه بوحدها، هذه تقنيه كولاج بوحدها، الشيء التقنيه كبيره بعد ما بيكاسو ولا مثلا غاندي ولا اينشتاين ولا هاد الشخصيه هذا، يعني طريقه الكولاج بطريقه حديثه، هذه نقدروا نقولوا كتسمى البوب ار ولكن بطريقه حديثه. ولا الشخصيه المعروفه اللي هو الممثل المقتدر محمد خويي اللي معروف عند المغاربه كامل، وشافها وفرحت بفرحه وكيتسنى على اللحظه اللي ياخذها من عندي، حاولت نكرمو على الاعمال ديالو على المجهودات ديالو بطريقتي الخاصه. هذا ملاكم قنيطري اللي فخر المغاربه والعرب وكلهم، الانسان اللي عز علينا بزاف، حاولت انا نكرمو بالطريقه وندير له واحد البورتري اللي يستاهل اكثر. شخصيه كبور هو شخصيه معروفه، ماشي يعني دخل الابتسامه لجميع القلوب ديال المغاربه كاملين. وهذه السيده المقتدره شنا اللي معروفه على الصعيد العالمي والمغربي، وهذا الممثل سعيد دادا صرا من ما هذا المرحوم، هذا المرحوم سيدي محمد اللي هو شخصيه فنيه اللي هي رمز من رموز الفن، هذا من رمز من رموز الفن اللي اقتدى به، هذا من الشخصيه من الممثلين المحبوبين عندي انايا. هذه امراه امازيغيه، هذه امراه امازيغيه من المخيله ديالي بطريقتي، كيفاش كنشوف امراه امازيغيه بالالوان البيجه وبالابتسامه ديالها وبالنظرات ديالها وبالتاج ديالها، هذه بطريقه. هذو لوحات اللي هما
ناتير مورت، طبيعه صامته، طبيعه صامته ديال البيض، طبيعه صامته ديال الاوبجي. يعني هنا ما كتستعملش والو، مستعملش فقط الورق والكولا، هادو كلهم هادو عباره عن طبيعه صامته، هادو عباره عن لوحات طبيعه صامته، كلهم طبيعه صامته، كلهم طبيعه صامته. يعني طبيعه صامته هادو كيطلبوا ماشي يعني باش تنتج وحده خصك لها ان مو ديال الخدمه، تيبغوا الخدمه بزاف وتيبغوا هذا طبيعه صامته. حتى هو راه منظر من مناظر ديال الديور وديال الاحياء اللي هما، وهادي راه فروسيه، هادي فانتازيا فروسيه. مرحبا. بعض الاحيان اللوحه ممكن تدمج ما بين الرسم والكولاج. ممكن ممكن تدمج اللون، هذا بحد ذاته رسم، مع هو رسمتي بالماده، تبدلتي الماده، واللي هو باش ترسم بالصباغ انت خسرتي انك ترسم باوراق. هذا هو الفرق اللي كاين. ممكن دمج. انا البدايه ديالي كان دمج، البدايه ديالي كانت الصباغه كلها، ولكن ان جور كان خصني واحد اللون وحاولت ندمج ما بين الاوراق وما بين الكولا، وجاتني الفكره انني نخدم مع من بعد فجاه جاتني الفكره، استغنيت على الكولا الصباغه واستعملت على الكولاج. يعني كتجربه فنيه. هذا نفس الشيء هو طبيعه صامته، المزهريه طبيعه صامته، يعني كتشوف طريقه كيفاش توزيع الالوان والطريقه ديال لابيرسبيك، تحاول انك تحترم جميع قواعد الرسم، ولو انك تصنع ورق ولكن كتحاول تستعمل جميع الورق، لا الظل ولا البيرسبيكتيف ولا البعد ولا القرب، جميع الاشياء كتحاول تستعمل. وهذه طبيعه عاديه، طبيعه الى بعدتي هادو، الى بعدتيها شويه كيبان لك بانك صباغه، حتى كتقرب عليك كيبان لك بان كتابه، كتبان لك بان اوراق، هذه راه كلها اوراق ما فيهاش كاع. وهذا رسم ديال الحي اللي كنسكن فيه، هذا حي راه حي السلام، باش حي السلام من الفوق يبان لك كامل، هذا حي السلام بالجوامع ديالو بالبيبان ديالو، حاولت انني نخرج ذاك الحي كيفاش حي السلام، كيفاش تسكن الناس بالحي، الناس بالحوانت بالصابون، الناس كينشروا حوايجهم ديك الطريقه ديالي بالجوامع. المهم بالنظره ديالي كيفاش كنشوف حي السلام، ذاك الاحتضان السكاني وذاك الحي ديالي. الله يحفظك. شكرا.